الشغل هو اللي بيثبت ذات الإنسان. بدل ما تنقد تم تقول فكرة، هو ده النقد البناء. نتمنى أن الفترة الجاية ما يكونش هي فترة الفرد، يعني فترة الجماعة. ضيفنا النهاردة من مواليد 29/4/1956، ليسانس الآثار المصرية عام 1980، مفتش آثار بشمال الدلتا، مسؤول حفائر بوتو، كبير مفتشي آثار شمال الدلتا، مدير آثار الغربية، مدير عام أسوان والنوبة، مدير عام آثار القرنة بالأقصر، مدير عام المكتب التنفيذي للأمين العام والمشرف العام على مشروع تطوير الهرم، مدير عام آثار سقارة ودهشور، المشرف الأسري على مشروع متحف الحضارة، عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية سابقا، عضو لجنة قطاع الآثار المصرية. معنا مدير عام آثار الهرم الأستاذ علي إبراهيم السادة الأصفر. أهلا بكم في منطقة الهرم، زملاء طبعا ومشاركين في العمل الأسري بالمنطقة. طبعا فترة الثورة دي فترة صعبة جدا، اللي هي السنتين بتوع الثورة اللي عدوا دول، يعني الزملاء الأسريين عملوا دور كبير جدا جدا، يعني رغم ان الشغل ما كانش فيه حد بيعرف حد اطلاقا، ولا في ولا ليك علاقة بأي مسؤول أكبر منك، ولكن الشباب كان لهم دور كبير جدا في مسألة الحفاظ وحماية الآثار في الفترة دي. قدرنا ان احنا ننقل جميع الآثار اللي هي كانت موجودة في المخازن دي، أكتر من 15 مخزن تم نقلهم للمخزن المتحفي بعد مسألة الاعتداء وعملية الجرد. والموضوع ده الكلام فيه يعني كلام، يعني كلام، لكن الفعل مجهود جبار لأنبوه الأسريين، أنه أكتر من 50,000 قطعة تم نقلها مختلفة الأحجام ومهمة صعبة في توقيت في منتهى الصعوبة. فأنا بعتبر دي بالنسبة لمنطقة الهرم كانت أهم إنجاز إن إحنا عملناه في منطقة آثار الهرم، وده زي ما أنا قلت إن ده بمساعدة كل الأسريين الموجودين في المنطقة، إلى جانب بقى مصدور العمل الأسري اللي هو المطلوب بيه أنت كل يوم طبعا، كعمل كتوزيع أسريين في المنطقة، توزيع نبطشيات، محاولة ان انت تسترد من هيبة المنطقة مع افراد الامن، لان برضو الامن في الفترة دي برضو الناس ما كانتش بتيجي، وكانت في مسألة يعني فترة صعبة جدا اللي هي الفترة اللي نقول السنة الاولانية في تباطؤ او في مشاكل بتواجه الاسريين او الشغل الاسري في المنطقة بمناسبة الامن، ويا ترى في تخاذل في الشرطة في الاتجاه ده ولا بتقوم بدورها؟ الامن لازم تتفرق بين الامن، في امن امن اثار وفي شرطة سياحة وآثار. احنا عندنا افراد امن من عندنا اللي هم اعتبر موظفين الامن، افراد الامن بتوعنا. بنقول برضو ان فترة الثورة كان فيها كله محدش بيشوف الشغل، كله كان حصل طبعا ازمة وازمة نفسية والناس ملخبطة، محدش عارف الناس راح فين وجاي منين، وفي خطورة من تواجد الناس، فدي ادت لي ان يعني انفلات الامن ادى ان ترهلت الاجهزة كلها، وكله خايف يقوم باي دور لما كان بيحصل اعتداءات على الناس، ان المساجين لما طلعوا مثلا في الشوارع وطلعوا مثلا من السجون، واحنا لقينا هنا في الجبان الغربيه في ناس لقيناها بالنهار هربانه لانها جايه من الظهير الصحراوي، ولقيناها نايمه في المقابر هنا، وبلغنا بتوع الجيش وخدوهم. فالمساله كان فيها في الفتره الاولانيه كانت فيها خطوره رهيبه، بدانا بالفعل ان الشرطه تتعافى، وهي مشكلتنا كلها كانت وزي ما انتم ملاحظينها انها مترتبه في موضوع الخياله والجماله والمسائل اللي كان موضوعات اللي يصعب السيطره عليه، فدي كانت صعب السيطره عليه. دلوقتي بدات بقى يعني عملنا كذا اجتماع مع مدير شرطه سياحه والاثار ومديريه امن الجيزه، ان يتعمل كشوف للناس، وهيتعمل ترتيب للناس اللي هتدخل بيه مثلا بالبطاقه بتاعتها، هيكشف عليه امنيا الناس المخالفه او الاحكام مش هتدخل المنطقه. بدات عمل ضوابط ان شاء الله نتعشى منها، انها بدات على الطبيعه بالفعل نشعر بها. استاذ علي، حياتك الاثريه بدايه من مفتش اثار بكفر الشيخ والان مدير اثار الهرم، مرورا بمجموعه من المراكز الرفيعه بالاقصر واسوان القرنه والنوبه، ومنهم مشروعات تطوير موجوده في سقاره ودهشور، حضرتك شايف ان في فرق بين اي مشروع تطوير للمناطق دي ومنطقه الهرم بمكانتها الاثريه، وايه اهم الصعوبات اللي بتقابلنا هنا كمعوقات ممكن توقف عمليه التطوير؟ التطوير بالذات محتاج يعني تكتسب خبره من الناس اللي قبليك فيه، لان تطوير الاثر يعني بالذات يعني طلعت لي من دول ان احنا بنعمل اسوار حوالين الهرم،
ناس مش يعني يعني الزملاء بالذات الاسريين، يعني انت ما شفتش حاجه عشان تحكم عليه، ده الموضوع كله الحاجات لسه قيد الدراسه. دلوقتي انت قبل ما تسجل معايا في تليفون جالي ان في بكره بتوع وزاره التنميه السياحيه مع القوات المسلحه هيعملوا بريزنتيشن عن الحاجات اللي احنا طالبينها، فهنبدا نختار باللجنه ايه اللي يناسبنا وايه اللي ما يناسبناش. يعني ما لحد بيفرض عليك حاجه كرؤيه ولا مقاول هيفرض عليك رؤيه، انت بتعمل من خلال انت كراجل اثري انت ليك روح وليك رؤيه في المكان اللي انت بتشتغل فيه. اللي ممكن يمشي في الاقصر ما يمشيش في الهرم، في دي لها طبيعه بشريه في الناس واثر، ودي طبيعه في طبيعه العمل تختلف، سقاره مثلا تختلف عن الهرم في طبيعه العمل، القرنه ممكن تختلف عن الهرم. فكل بيئه في مكانها نفسها، حتى بتوع العماره، يعني لما جه حسن فتحي يعمل العماره اللي عملها في الستينات عملها في القرنه، اختار الاباوي، ما تنفعش الاباوي في القاهره، ما تنفعش مثلا في بحري، عملها ليه هناك؟ في جو جاف، في درجه حراره عاليه، في يعني في 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 يعني في يعني فكر. فلابد يعني كل منطقه دايما يبقى لها فكر. فانت لما بتشتغل في مناطق كتير بتكتسب خبرات. فانا رجائي من الزملاء الاثريين ان انت تسال وما تتسرعش على الاحكام، ما تقولش ان الناس بيعملوا سور، يعني خلاص هنيجي نعمل نحزم الهرم بسور، مش ممكن. ثم ان انت برضو يعني عايزين نلفت نظر الزملاء، انت بدل ما تنقد طب ما تقول فكره، طب ما تيجي المنطقه، يعني انت بدل ما تقعد على الفيسبوك وتيجي تقول ده هيعمل كذا هيبوظ هيخرب الدنيا، طب ما انت يا بيه لما انت زميل، يعني انت ما انت زميل طالما انت ما شفتش حاجه وانت بتنقد، طب ما تيجي تقول والله انا عندي فكره كذا جايز احنا ناخد بيها. هو ده النقد البناء، يعني مساله مش مساله علي الاصفر قاعد في الهرم ده بتاع ابوه، مش بتاع حد، ده الهرم مش بتاع مصر اساسا، الهرم مش بتاع مصر، ده دلوقتي بقى اسمها موقع تراث عالمي. لازم الناس تعرف ان في حاجه، اما تيجي تعمل حاجه النهارده العالم كله بيبدا ينقدك ويبص لك. لما جت عمل الاسوار جت اليونسكو اعترضت، لما حصل ترميم في القاهره الاسلاميه جت الناس اعترضت على فكره الترميم، هل ده صح ولا ده غلط؟ يعني فانت النهارده انت في مصر كمان انت مسؤول قدام العالم كله. فالمساله مش مساله اجتهاد شخصي، ونتمنى ان الفتره الجايه ما يكونش هي فتره الفرد، يعني فترة الجماعة. الحمد لله بتوفيق من ربنا، انا بشتغل عشان انا اصلا بحب شغل، مش بشتغل عشان اقول في التلفزيون او اقول ان انا طبيعتي بحب شغل. انا طول النهار موجود في الموقع، انا طبيعتي بكره المكتب وبحب التراب وبشتغل في التراب. ده مش موضوع تلفزيون وموضوع تسجيلات، ده حبك للاثر وحبك لطبيعه عملك هي اللي بتخليك عندك حميه ان انت تحافظ عليه على قد ما انت تستطيع. انا مش بقول لك ان انا عملت يعني وان انا يعني ان انا سوبر مان، لا، يعني بحب الحاجه وبدي على قد ما استطيع. هل تفضل ان وزير الاثار يكون اثري مفتش عمل في المناطق الاثريه ولا استاذ اكاديمي؟ مع احترامي لكلمة الأستاذ الأكاديمي وعلمهم كنا اتعلمنا على أيديهم، بس يا ترى عندهم الخبرة بتاع المواقع والحس الأثري بتاع الشغل زي الأثري اللي يشتغل يبقى وزير، ولا في فرق بينهم الاتنين؟ أولا لقب وزير ده أنا شايف إنه لقب، يعني وزير لقب سياسي، يعني ده لقب سياسي عادي. وإحنا شفنا في أمريكا وفي الدول المتقدمة ممكن يكون واحدة وزير الدفاع، يعني هي يعني المسألة يعني الناس واخدة الموضوع بحساسية. هو كعمل فني الأثري اللي طلع من تحت من التراب وطلع مفتش آثار اللي بقى رئيس قطاع أو فده طبعا أداؤه هيكون أقرب للعمل، عن مع احترام أستاذ الجامعة إن هو يجي مثلا كإيه في الفيلد بتاع الآثار بالظبط. يعني أنت بتتكلم أو ما تيجي تتكلم على حكومة التكنوقراط زي ما بيقولوا اللي هي حكومة الحرفية أو الفنية، فمسألة متخصصة فبيكون واحد متخصص أقرب، مش مسألة متخصص يعني إيده في إيده في اللعبة زي ما بنقول إيده في اللعبة. بصراحة أستاذ علي كان في سؤال كنت محتار حضرتك فيه ولا لأ، بس أنا مش هلاقي حد يجاوب الناس على السؤال ده إلا مدير عام آثار الهرم،
الخبر بقاله فترة على تويتر وعلى الفيسبوك وجميع المواقع الاجتماعية، وبقى يعني واخد بال ناس كتير حتى غير الأثريين. أستاذ علي الأصفر، بقالنا فترة سمعنا عن أخبار بوجود فيلم موجود على النت بيقولوا إن هو فيلم إباحي تم تصويره في منطقة الهرم. فالفكرة شغل فكر ناس كتير، فمش عارفين إيه الرد ولا هنقول لهم إيه يعني. هو الكلام ده لما تردد على المواقع واللي بيقولوا فيه بلاغ للنائب العام، كمان مش ده بيقولوا فيه بلاغ رسمي للنائب العام، هو معلوماتي من الناس موجوده في المنطقه بيقولوا ان الفيلم ده من سنه 96، يعني الفيلم ده متصور من سنه 96. فانا متهيألي يعني انا طبعا ما اعرفش في المنطقه، ما كنتش موجود في المنطقه ولا اعرف ايه حيثيات الموضوع، هل هناك ورق يثبت يعني واحد بيقدم بلاغ للنائب العام بالفعل هو ممكن يكون كفيلم ك ك ك ك ك ك كدوكومنتري فيلم موجود او موجود، ناس بتقول نازل على مواقع وشافوه وناس شافته على بعض القنوات ان هو موجود ومتصور في الهرم وجزء منه في الاقصر على ما سمعت يعني الكلام متردد. فهل ده دخل بموافقه ولا مثلا دخل حاجه خلسه؟ هل بالظبط هل مثلا هل هو دخل، هل هو اتصور بمعرفه الناس الموجوده في المنطقه؟ انا ذاك يعني اللي كانت موجوده مدير المنطقه سواء الدكتور زي لما موجود كان مدير العام الهرم، هل هو كان عنده علم الموضوع ده؟ يعني برضو في حاجات كتير غايبه عن الناس، فده اللي خالق نوع من النقاش، ده اللي خالق نوع من النقاش الزايد مع بين الناس وبعضها. لكن انا معلوماتي ان هو الموضوع ده تم سنه 96، وبس انا استفساري الصحيح عشان تكون بتعرض حاجه على النيابه لابد يكون فيه من خلال اوراق، انت بتتهم سين من الناس. في اخر برنامجنا معاك عايزين كلمه من حضرتك للمفتشين الاثار والصغيرين منهم لسه بادئين حياتهم، نقول لهم ايه؟ اقول لهم يعني انتوا زملائنا وان شاء الله جيل المستقبل. طب بالنسبه للشباب، بس انا نفسي ان احنا ما نستعجلش قوي، حصن نفسك بالعلم كويس قوي، دي مهمه جدا جدا، وانا شايف ان ايامهم احسن من ايامنا بكتير كتير جدا، فرص بتاعتهم اقوى، في النهارده وسيله الاتصال لوحدها كفايه، في حاجه اسمها مدارس حفاير، في مدارس في الترميم، النهارده الفرص متاحه ان انت تقيم نفسك جدا جدا وتقوي نفسك. يعني اذا كان الاجيال الكبيره اللي قبلنا او الاجيال اللي احنا منها فيها مشاكل بينهم وبعضها، نتمنى انها ما تتنقلش للاجيال الصغيره، عايزين يطلعوا متحابين، وهم فئة مهمة جدا جدا في المجتمع، لازم تشعر بثقتك وقيمتك ان انت ممكن تبقى في تفتيش صغير وتلاقي نفسك تروح في اجتماع في المحافظة مع المحافظ، تروح مثلا تقعد مع مأمور قسم، تقعد في النيابة، فانت مثلا ممكن من صغرك تبقى ايه، تبقى حاجة، ولازم تشعر بقيمتك ان انت حاجة كبيرة. ولكن انا بقول يعني اقرأ وانت قاعد في التفتيش بتاعك، ما تقولش ما فيش شغل، هات التقارير السابقه اللي قبلك، شو الناس عملت ايه، اذا كنت غاوي تشغف الاثر. وانا ملاحظ ان في حاجه منتشره جدا بين الزملاء الصغيرين، ان كله بسم الله ما شاء الله مسجل رسالات ماجستير ودكتوراه، فدي كل ده شيء جميل جدا جدا، ان ده بيرفع الناحيه العلميه في المجلس في وزاره الاثار، فدي ظاهره جميله جدا يستمروا لها. وبس اللي انا عايز منهم إن انت يعني خلي عندك استقلاليه في شخصيتك واشعر بذاتك، هتلاقي رئيسك يحترمك. ورجائي، اخر رجائي، عن الهجوم بدون علم والتشكيك بدون علم، ده كلام مش هيوصل لنتيجه، يعني لابد مضيعه للوقت. فاحنا عايزين بالفعل ان احنا نحب بعض على قد ما نقدر، وثق 100% ان ما حدش بالذات المجال العلمي ما حدش هيمنع عنك حاجه في الناحيه العلميه. حتى المفتش اللي بيطلع مع بعثه، انا بشوف كتير جدا في مفتش بيطلع مع بعثه يكافئ عضو البعثه، ومفتش طالع زي الغفير قاعد بيراقبه، فاكر ان هو طالع يراقب البعثه، ان هتسال اصلا تعمل ايه يا عم الحاج، دي مش شغلتك، انت شغلتك حريص على مسؤول من كل حاجه، بس لازم تشعره ان انت زميل، ان انت اثري. وفي ناس كتير جدا في البعثات في الاقصر مفتشين صغارين طلعوا معاهم، خدوهم تاني سنه عملوا مصطف بعثه، طلبوهم بالاسم ونزلوه على الموقع بتاعهم باسطاب بعثه، ليه؟ رسم اثري بيشتغل، رسم يعني بيشتغل، لغه كويس. فانا قصدي يعني حصن نفسك وما تشغلش بالك بغير شغلك بس. كنا مع استاذ علي الاصفر، ويا ريت يا جماعه نبعد عن الهجوم، اهلا بالهجوم لو عليه مجموعه من الاسس، اهلا بالنقد لو كان نقد بناء هيجي بنتيجه،
وعشان كده احنا كنا موجودين مع الاستاذ علي الاصفر زي ما قلنا لكم، مش مع حد ولا تبع حد، وحق الرد مكفول للجميع. هنفضل على طول مع بعض اخر الاخبار الاثريه مع ناس اثريين بجد، وزي ما اتفقنا مع بعض مكملين اثار تي في.